يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سألت فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي عما حصل لي في عمرتي الأولى حيث طفت أو انتقض وضوئي أثناء الطواف بسبب حيائي من الشباب الذين كانوا معي وخوفي من الضياع، فقال فضيلتكم إنني ما زلت محرما، فأريد أن أعتمر مرة أخرى، فهل ينطبق علي الآن محظورات الإحرام وما صفة إحرامي؟ لا، ما تحرم، أنت محرم، كيف تحرم؟ أنت محرم، أعد الإحرام عليك واستصحب الإحرام الأول واذهب وكمل عمرتك، اذهب وكمل عمرتك وبذلك تنتهي المشكلة. نعم، أما أنك تحرم إحرام جديد، لا، أنت محرم. نعم.